مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن السناب شات، وتحديدا عن مشكلة ظهرت في سناب شات يوم أمس، أنه الستريك ممكن أنه يرسل. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الحل، طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. في البداية أحد المتابعين أرسل وكتب أنه مدى يقدر يرسل ستريك في السناب شات، فأحد المتابعين صارت عنده هذه المشكلة وأرسل الحل، فحبيت أنه أنزل هذا الفيديو. واللي ما يعرف الستريك، ستريك هو كل ما ترسل فيديو او صوره ويا صديق راح يظهر عندك علامه النار، وهذه راح تستمر ممكن يصير عندك 1000 ستريك او 2000 او 3000، وهذه راح تزيد الصله بين الاقارب. الان راح ادخل، او الاصدقاء طبعا راح ادخل، الان راح ادخل من داخل السناب اشرح لكم. في البدايه حتى ترسل ستريك، اذا توقف الستريك راح تدخل على سناب شات، وهذا حسابي KJLD123525، بعدها تدخل على الكاميرا، راح يظهر عندك هنا عدة خيارات، تدخل على متعدد وتختار فيديو وترسل لقطة وتعمل معاينة وترسل لقطة، بعدها إرسال. راح ترسل الستريك إلى الشخص اللي تريده وراح ترسله، وراح يكون هذا الستريك فعال. طبعا المتابع جربها ونجحت عنده، فحبيت إنه أرسلها لكم حتى اللي واجهته مثل هكذا مشكلة يحلها بهذه الطريقة. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. نقطة واحدة حبيت أقولها بالنسبة لتطبيق السناب، في بعض الدول بها أرباح الفيديوهات اللي ترسلها على منصة الأضواء، وتحتاج فقط مشتركين 1000 مشترك. مثلا مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، أرباحهم جدا عالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. فإذا أنت عندك سناب شات استعمل هذه الميزة، فقط أرسل حتى لو الفيديوهات مو مالتك، لكن مو تأخذها من غير تطبيقات، فإنه ترسلها وإذا جاك مليون مشاهدة 1000 دولار، لكن فيها شروط في البداية وأنا شارحها بالفيديوهات مالتي. تحياتي ومع ألف سلامة.